مدينة الرستا 6/3/2013. يعطيك العافية. شايف ان هون في حصيرة ودار مدمرة، شو هدوها ما في حيطان، احنا حطينا حصير. هلا ساكنين فيها انتو هون؟ ايه ساكنين فيها. شبابي من الضغط من القزاية كمان حطينا شو اسمه برداي، ما في لا اكل ولا خبز. طيب وضع البيت يعني، طب هيك امن رغم انه شايف انه في حصيرة او شيء؟ لا يعني قذيفة تحرق البيت كله. طب والبرد هذا، طيب معقول الحصير هي تسد الفراغ رغم انه الدار انا شايفها تقريبا مدمره ومحاولين انتم ترمموها ترميم؟ ايه يعني كل شوي عم نظبطها من الحجار من ال... طب في بيت ثاني اطلعوا عليه؟ ما في بيت. وين بدنا نروح؟ دمرنا هذا، والله دمرنا، هد البيوت هد الشوارع ما خلى حد. طب وضع الاكل الشرب هون بالبلد شلون؟ خالص سيء، ما في خبز، ما في اسعار. الاسعار كاسعار غالي جدا حصر، ما شو بدي بالعالم بدها تتقاوى، وين بدها تروح حالك؟ شو بقول له بالشارع سعر؟ خنزير كلب حقير. ان شاء الله. مدينة الرستان 6/3/2013.